بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، حلقة جديدة ولقاء متجدد برنامج أنا الوطن. يمكن النهاردة عندنا خبرين مهمين جدا، وبعد كده عندنا فقرة حوارية مهمة عن الاقتصاد المصري بين الإنجاز والتحديات، هنتكلم عن مختلف القطاعات الاقتصادية. هيكون ضيفنا الدكتور هاني أبو الفتوح نائب الرئيس لشركة متروبوليتان، واحد خبراء الاقتصاديين الكبار. هنخرج الفاصل الإعلاني ونرجع نستضيف ضيفنا الدكتور هاني أبو الفتوح، هنتحدث عن الاقتصاد المصري ما بين الإنجاز والتحديات. الدكتور هاني أبو الفتوح نائب الرئيس لشركة متروبوليتان، واحد خبراء الاقتصاديين، وهنتكلم معه عن حاجات كتير جدا جدا، عن البترول وتواصل تراجعه وأسعار الغاز ترتفع، يعني كل الحاجات دي هنتكلم عنها مع ضيفنا الدكتور هاني أبو الفتوح. فاصل ونلتقي. اهلا بكم. يمكن الاقتصاد هو عصب الحياه، المصريين بداوا يهتموا جدا بالاقتصاد والحاله الاقتصاديه. ليه؟ لا، لان كوبايه الميه اللي بنشربها اول ما بنفتح عينا الصبح هي اقتصاد، كوبايه الشاي اقتصاد، معلقه السكر اللي بنحطها في الشاي اقتصاد. الاقتصاد هو عصب الحياه، عشان كده احنا هنا في برنامجنا انا الوطن دايما بنركز على الملف الاقتصادي، بنحاول نقول للناس ايه اللي بيحصل في البلد اقتصاديا، والثوره الاصلاحيه الاقتصاديه الضخمه جدا اللي بتشوفها مصر فيها بعض المعاناه، فيها بعض التعب، فيها بعض ارتفاع الاسعار، لكن في النهايه نهايه ده ايه؟ نهايه ده ان احنا هنلاقي بلد لها اقتصاد قوي، هنلاقي عيشه محترمه، هنلاقي في مردود، في ايجابيات، في نعم سلبيات بتحصل، بنقولها بس بنقول علاجها ايه؟ ولكن ده لا يمنع بشكل اجمالي ان البلد اقتصاديه بتسير في الطريق الصحيح. وكمان بصراحة يعني في أحداث بتحصل بتدينا احنا برضو نوع من الأمل كجماعة مهتمين بالاقتصاد. كلنا شفنا البترول لما اترفع ل 85 دولار بدأنا نقلق، عجز الموازنة هنا عندنا بيزيد، والبترول بدأ ينزل بمستويات، الغاز بدأ يطلع سعره، ومصر ربنا كرمها بحقول غاز. حاجات كتير نقدر نتكلم عنها، عن صندوق النقد، عن المشروعات القومية العملاقة، عن وعن وعن حاجات كتير. كما عودناكم دائما ضيوفنا بيكونوا من العيار الثقيل. معانا ضيف النهارده لاول مره يشرفنا حي في برنامجنا، هو الدكتور هاني ابو الفتوح نائب الرئيس لشركه متروبوليتان، وهو احد القامات الاقتصاديه الكبيره جدا. هاني بيه، مساء الخير يا فندم، اهلا بيك، نورتنا. اهلا بحضرتك، مساء الخير، نورتنا يا فندم. يمكن نتكلم الاول عن البترول. بلومبرج النهارده قالت البترول يمكن يكسر ال 50 دولار، او يعني انعكاسات ده بقى احنا كمصريين نبص له ازاي؟ اول حاجه كحكومة ثم كمواطن يعني يبص له ازاي؟ هو الحقيقة خبر نزول البترول ده خبر صار جدا، يعني وله انعكاسات حقيقة هتكون، اعتقد ان الدكتور وعيد فرحان جدا طبعا، وزير الماليه فرحانين. يعني هو وصل البترول فعلا لسعر مقلقة، يعني يمكن تعدى 87 دولار، وبدأ ينزل تدريجيا، يعني يمكن اخر سعر اللي انا متابعه يمكن 54 دولار، مش عارف يمكن اقل من كده نزل في اليوم اللي فاتوا دول. انما خليني اقول لحضرتك ان ده هيصب يعني في صالح مصر كتير جدا، وان هو ده يعني نقول ان هو هيسدد شويه او يقلل شويه من عجز الموازنه. يعني احنا كنا الموازنه كان معمول حساب سعر البرميل البترول 67 دولار. فلما يقل دلوقتي عن ال 50 ويكسر حاجز ال 50، ده اكيد هيعمل وفره شويه في الموازنه، يمكن بعتقد في حدود ال 25 مليار، لان حضرتك تعلم ان هو كل دولار في سعر البرميل البترول ده يؤثر في يعمل وفر سواء ارتفاعا او انخفاضا، يعني السعر يعني لو عيد على 67 دولار بدولار بيعمل فرق كبير طبعا، من 3 ل 4 مليار الدولار الواحد، في حدود من 3 الى 4 مليار دولار. فطبعا يعني اعتقد ان ده حاجه كويسه جدا جدا، ويجب على مصر انها الحقيقه يعني تغتنم او يعني تاخذ يعني خطوه يعني تحوطيه، بمعنى ان احنا ما نعرفش الدولار بكره النفط بكره، احوال النفط بكره في الاسواق العالميه ممكن تكون ايه، لان اسعار النفط دي متغيره بناء على الحاله السياسيه والتوترات الامنيه في انحاء العالم،
وايضا اصحاب المصالح المنتجين المنظمات المنتجه والمصدره للبترول. تمام. فالتحوط يعني ده شيء مهم. التحوط بمعنى اصح عشان يفهم المواطن، احنا بنطالب الحكومه المصريه ان هي تتعاقد، مش كده يبدو استخدام اليات التحوط اللي هي يعني الهيجينج، يعني اليه التحوط بمعنى اصح او اكثر دقه هو العقود الاجله. بالظبط، تعاقد عقود اجله. ولو ان وزاره الماليه وزير الماليه يعني الحقيقه صرح يمكن النهارده او امبارح ان مساله العقود الاجله دي لها تكلفه. تمام. وان التكلفه دي قد تكون يعني مرهقه شويه او تحد او تحيد الاثر اللي هو ناتج عن انخفاض البترول، يخالفه بعض الاراء الاخرى اللي هي بتقول ان شركات الطيران العالميه ما هي بتعمل عقود تحوط، عقود مشتريات اجله للبترول، لانها لازم تثبت سعر البترول على مدار العام عشان تزاك تكلفتها وبيع التذاكر. بالظبط كده. فالحقيقه انا يعني اميل الى ان يعني مع القائلين او اللي بيفكروا ان مصر يجب فعلا انها تثبت سعر البرميل على الاقل اللي هو 67 دولار في اقصى حدود ارتفاعاته، على اساس يبقى تمشي الموازنه زي ما هي محطوطه. بالظبط، ما يحصلش فيها تاثير. جميل. طيب يمكن برضه سير وزير الماليه اكد ان مصر لن تطلب قروضا اضافيه، هل مصر قادره على حد من الاقتراض الداخلي او الخارجي؟ والله هو طبعا بصوره اجماليه الدين العام يعني مقلق. نعم. وده كان احد الاسباب اللي مصر دخلت في برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هو تحسين العجز المستمر في الموازنه وتقليل هذا العجز الى الحدود المقبوله. طيب بالنسبه للدين الخارجي، هل احنا وصلنا لنقطه الخطر؟ اعتقد لا، لسه احنا الدين الخارجي على الرغم ان هو كبير يعني يوصل تقريبا 92 مليار. نعم. انما دايما احنا ما ننظرش الى الرقم في المطلق او في المجرد، لابد نسبته الى الجي دي بي اللي هو اجمالي الناتج القومي. ما دام هو لم يتعدى 36% يبقى هو في الحدود الامنه. عجز الموازنه احنا يعني اعتقد الحكومه بتستهدف ان هو يبقى في عام المالي 2018 و2019 الى 8.4 من 10، وده بيبقى طبعا اقل من العام العجز في العام المالي السابق اللي هو اعتقد كان 9.8 من 10. فهنقترض ولا لا بيعتمد على التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، زيادة الانتاج والاقلال من الاستهلاك، توافر الموارد الحقيقية للدولة اللي هي بتضخ في خزينة الدولة، واحنا شايفين طبعا السياحة يعني الحمد لله بدأت بوادر التحسن في السياحة، زيادة الإيرادات من غير المصادر الضريبية، كل ده اللي هو بيحدد احنا هنقترض ولا مش هنقترض. بعتقد ان كمان قناه السويس بتحقق ايرادات لاول مره يمكن في تاريخها، قياسيه قياسيه طبعا قياسيه. يعني احنا بالحقيقه بنتابع اللي هو مانيش يوميا في التصريحات اللي هي الخاصه بايرادات قناه السويس، وده شيء الحقيقه يعني يدعو للفخر ان قناه السويس بدات يعني لها مردود ايجابي وبتسهم في خزينه الدوله. انا عايز افكر الناس اللي كانوا زمان بينتقدوا التفريع الجديد لقناه السويس، بينتقدوا لك زارت ايه وايه، وهي وتصادف لاجل سوء الحظ يمكن الدكتور هاني صحح لي تباطؤ في التجاره العالميه، يعني فده اللي خلى ايرادات قناه السويس بتقل في الفتره، لكن لما بدا ينشط الدنيا وكده هتبدا اثار اكتر واكتر، لغير ان شاء الله الاستفاده من محو تنميه قناه السويس ومنطقه المناطق الصناعيه الضخمه اللي فيه. عشان كده احنا بنقول دايما المشاريع دي بتظهر خلال سنتين وثلاثه بتدي تظهر اثرها. طيب شايف حضرتك هل مصر تعتبر بديل استثماري امن؟ الحقيقه مصر انا يعني ده مش تفسيري انا لوحدي، مصر تعتبر البديل الاستثماري الامن. احنا شفنا الاحداث اللي حصلت في تركيا والاسواق الناشئه الاخرى زي الارجنتين وفنزويلا. مصر الاستقرار الامني والتحسن الاقتصادي يجعلها اكثر جاذبية
وامنا للمستثمر الاجنبي. الدليل على كده ان تقرير الاونكاد الشهر اللي فات تنافسيه اللي هو مجلس التجاره والتنميه التابع للامم المتحده. تمام. اوكي. ده قال ان على الرغم من ان الاستثمار الاجنبي المباشر على مستوى العالم انخفض بنسبه 40%، الا ان مصر زاد الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبه 24%، وده هو يعتبر اعتقد الاعلى في افريقيا. نعم. فده مؤشر ايضا ان مصر هي الوجهة الاستثمارية التي قد تكون أفضل بالنسبة للمستثمر الأجنبي في هذه الفترة. أعتقد أن تحرير سعر الصرف وأعتقد بقت الاستثمار عندنا في مصر هنا استثمار الفرص رخيصة أو قليلة التكلفة مقارنة بالدول الكثير بره. بالتاكيد يعني الناس كتير الاجراءات الاصلاحيه اجراءات صحيه من ضمنها طبعا تحسين اللي هو الاصلاح التشريعي، قانون الاستثمار الجديد، قانون الافلاس، عده اصلاحات بتعالج التشوهات الضريبيه، يعني كله على بعضه في المنظومه اللي هي بتهدف الى جذب المستثمر المحلي اولا والمستثمر الأجنبي لجعل مصر قبلة للمستثمرين. يعني هل ممكن نشوف زيادة في الاستثمارات العربية الفترة الجاية سواء من حكومات أو من قطاع خاص داخل مصر؟ بالتأكيد. يعني أحب بس يعني أو يعني أشير إلى أن علاقة مصر مع الدول العربية بالتحديد الخليجية، دول مجلس التعاون الخليجي، علاقة وثيقة جدا. وحضرتك يعني أكيد هتشاركني الرأي، منذ ثورة 30 يونيو العلاقات أصبحت أقوى وأقوى. الدول الخليجية دعمت مصر كتير جدا في تكوين الاحتياطي، في ودايع، في استثمارات. الخريطة الاستثمارية في مصر بتعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في الدول الخليجية. الوفود الاقتصادية والتجارية والزيارات المتبادلة وتوقيع الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الخليجية، ده كله بينبئ على أن هناك ازدهار في هذه العلاقات الاقتصادية واللي هتترجم في النهاية في صورة استثمارات. جميل. شايفين السياحة بدأت تتحسن بشكل متدرج، عودة الطيران المباشر من أوروبا، يعني نقدر نقول عودة السياحة انعكاساتها على الاقتصاد الكلي في مصر. طبعا السياحة أحد أهم الروافد اللي بتدي مصر مصدر للعملة الأجنبية. السياحة بتشكل تقريبا 15% من إجمالي الناتج القومي، وبتقوم عليها عدة صناعات مرتبطة بها. طبعا الطيران الروسي المنتظم يعني تم رفع القيود عليه، إلا أن السياحة لن تعود بكامل قوتها إلى ما كانت عليه في السابق قبل حادث سقوط الطائرة الروسية، إلا بعد أن يكون هناك عودة للطيران العارض اللي هو الطيران الشارتر. لأن نوعية السائح اللي هو بيجي على خطوط طيران منتظمة غير نوعية السائح اللي هو بيستخدم الطيران الشارتر، لأن دي بتكون نوع من السياحة الرخيصة المعقولة التكاليف إلى حد إلى حد كبير. والمزارات السياحية اللي هي أو المقاصد السياحية الموجودة في مصر هي دي اللي هي مؤهلة وبتستقبل دايما الطيران العارض. الطيران طبعا العارض ده من ايطاليا وبالتحديد من روسيا. السائح الروسي ده سائح مهم جدا، ونعمل ان هو يعني احنا واخدين فكره ان السائح الروسي هو يعتبر من يعني افقر السائحين، ولا ده دي معلومه مش مظبوطه؟ يعني حضرتك يعني دي اختلافات فرديه. انما احنا بنتكلم على الحجم، على الفوليوم. على الفوليوم. تمام. الحجم يعني انت بتلاقي الفنادق والقرى السياحيه متباعه الموسم كامل. بالظبط. لهم عدد كبير جدا بيجي من روسيا. فنامل طبعا عوده او تنشيط سياحه التشارتر مع روسيا ومع عده دول اخرى. طيب السياسه النقديه بيختلف الكثيرون حوالين تحديد توجهات لجنه السياسه النقديه في البنك المركزي، تثبيت الفايده، رفع الفايده، تخفيضها،
يمكن في احد البنوك العالميه توقع ان التثبيت هيستمر لمنتصف 2019، حضرتك شايف ايه؟ والله انا اميل اني اتفق مع التقارير اللي هي بتقول ان سعر الفايده هيتم تثبيته، بس يمكن بعتقد يمكن توقعاتي للربع الاول من عام 2019. طبعا تثبيت سعر الفايده ده او رفع قرار لجنه السياسه النقديه في البنك المركزي رفع او تثبيت او خفض الفايده له عوامل كثيره، واهمها التضخم، مستوى التضخم. طبعا احنا عارفين لو ارتفعت سعر الفايده ده اكبر المتضررين هيكون التاثير على الدين العام، لان الحكومه هي اكبر مقترض، فالدين العام هيبقى هيتضخم وتكاليف خدمه الدين العام هتبقى كبيره جدا، وفي نفس الوقت اللي هيتاثر ايضا المستثمرين، لان الحصول على تكلفه التمويل بتكلفه عاليه واذا تم رفع سعر الفايده هيضر بالاستثمار. فانا توقعاتي ان يتم تثبيت سعر الفايدة على الأقل للربع الأول من عام 2019، بشرط طبعا ثبات المتغيرات الأخرى مثل البترول ما يرتفعش يوصل إلى حدود إحنا مش عايزينها، وأيضا الأسعار العالمية، لأن مصر برضو هي دولة مستوردة لإحتياجاتها بشكل كبير، فيعني نأمل أن تتحول الإنتاج شوية. طبعا المطلوب طبعا زيادة الإنتاج لأن ده بديل على الاستثمار. هناخد مداخلة ونرجع لحضرتك تاني. معانا على التليفون دكتور خالد نجاتي رئيس اتحاد المشروعات الصغيره والمتوسطه السابق. اهلا بك يا دكتور، واحد اخواننا الاقتصاديين الكبار طبعا، سعيد جدا بمداخله حضرتك دكتور خالد، اهلا بك. اشكرك، اهلا بك ازاي صح. اهلا بك، اتفضل يا فندم اتفضل. انا بس كنت عايز اعلق على حاجه صغيره، طبعا استاذ هاني بس الحته اللي بنتكلم فيها بتاعه حجم الدين الخارجي، في ناس كثيره بتركز على رقم الدين الخارجي لمصر زي ما هاني بيقال، ولكن مصر لم يكن لديها خيار او لم يكن لدينا رفاهيه الاختيار غير الافتراض في السنوات اللي فاتت علشان نقوم الاقتصاد، عشان الاصلاح الاقتصادي يكتمل. نعم. ولكن هناك ثلاث مدارس لازم الناس تفهمها في التعامل مع هذه المرحله. واحد، ان انا باكد على كلام هاني بيه ان لازم يكون لا يعنينا في المقام الاول مبلغ الدين، ولكن يعنينا نسبته من الجي دي بي او من الناتج الاجمالي الناتج المحلي للدوله. تمام. فما زال رغم زياده قيمه كمبلغ قيمه الناتج الدين الخارجي، الا انه ما زال في المراحل الامنه كنسبه مئويه من اجمالي الناتج المحلي. فهناك في هذه الحاله ثلاث مدارس. اولا، ان يتم التعامل مع هذه المشكله دي زياده الناتج المحلي. اثنين، يتم تخفيض النفقات. ثلاثة، وهو المدرسة الثالثة اللي الحكومة دلوقتي بتتبعها، وهو دمج بين الاثنين، نحن بنزود الناتج المحلي بتاعنا وبنقلل بنرشد من النفقات. زيادة الناتج المحلي زي ما كلنا شايفين، السياحة ابتدت ترجع، الغاز اللي اكتشفناه وإلى آخره. تخفيض النفقات حصل في العديد من النفقات، ان احنا ننقص النفقات في الدولة وبالذات في الجهات الحكومية. فالناس مش عايزينا تقلق من اللي بيتقال في الجرايد ان حجم الدين العام رقمه عدى 90 مليار دولار. لا، انا بس عايز ادي مثال بسيط نص ثانيه. فضل. لو علشان الناس تتفهمها بمنتهى البساطه، لو في رب اسره دخله 3000 جنيه وعليه اقساط 3500 جنيه، مش هيقدر يعيش. لكن قدامه حل واحد ان هو يزود، يشتغل شغلانه ثانيه بعد الظهر ويزود اجمالي، يبقى دخله بقى 7000 جنيه، فبالتالي نفس المبلغ الاقساط اللي عليه مش هيكون مؤثر بالنسبه للجنيه، هتبقى 50% من الدخل بتاعه بالظبط. نسبته كل ما نزود اجمالي الدخل بتاعنا، كل ما نسبته وتاثيره السلبي هينخفض. فهي دي لازم نفهم. اذا هي دعوه للعمل والانتاج وزياده الانتاج، ده الحل الوحيد لان احنا نقدر نعدي ونتجاوز مشاكلنا الموجوده الحاليه. واحد اهم هذه الوسائل هي المشروعات الصغيره والمتوسطه ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. ده موضوع مهم جدا، وان شاء الله على وعد ان احنا نلتقي مع حضرتك قريبا نتحدث عن ده، لان دي خطوه مهمه جدا ننادي بها من زمان. ان شاء الله يا فندم، واسف على طول. شكرا دكتور خالد، اهلا بيك يا فندم. الواحد بيسعد دايما لما خبراء اقتصاديين الكبار ومتابعين البرنامج وتفاعلوا معانا. حي دكتور خالد من الناس النشطين جدا في مجالات متعدده، وان شاء الله نعدكم ان احنا قريبا يكون معانا باذن الله. نعود مره اخرى دكتور هاني
اعتقد دكتور خالد بيتكلم كلام يعني فعلا يتسق اقتصاديا وصحته مع الكلام وجهه نظر حضرتك طرحتها. هو احنا كلامنا متطابق جدا يعني هو فسر دكتور خالد اشكره طبعا وبوجه له التحيه لدكتور خالد. هو فسر باكتر الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها تمام. وانا اتفق تماما معاه. العمليه على الرغم في الشكل العام 94 او 92 مليار شكله يعني يعني مخيف انما لما بنحلل الحقائق نحطها جنب بعض بتبقى الحقيقه في الحدود المحصوره والمعقوله. طيب صناديق الميني ماركت المتخصصه في الدخل ادوات الدخل الثابت سحبت البساط من البورصه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. صناديق الدخل الثابت دايما بتبقى ملف امن لصغار المستثمرين. فلما البورصه دايما بتبقى البورصه طبعا فيها موجات صعود وهبوط. موجات الهبوط قد تستمر او الموجات العرضيه قد تستمر. فالمستثمر اللي ما عندوش قابليه ان هو ياخد المخاطر فانسب شيء ليه ان هو يلجا لصناديق الاستثمار بكافه انواعها بالذات الدخل الثابت. دي صناديق بتوفر نسبة عائد معقولة مع يعني قليل من تقبل المخاطر فهي بتناسب قطاع كبير من المستثمرين. بس مش هتاخد الأضواء طبعا من البورصة إنما هي لها طبيعة مستثمر متحفظ لا يقبل درجة عالية من المخاطر. جميل. طيب البنوك بتطلب سعر عالي على لزوم السندات الحكوميه، هل في مبرر لده؟ خليني اقول لحضرتك ان البنوك المصريه بتتمتع بدرجه سيوله عاليه جدا جدا يعني وده يعني احنا بنشوفه دايما في تقارير البنك المركزي في تقارير شهريه اللي هي مؤشرات السلامه الماليه. بتتمتع السيوله المحليه والسيوله في البنوك عاليه جدا. ده يرجع يخليني اقول طب هو ليه البنوك ما بتوظفش السيوله اللي عندها في التمويل ولا هو ده النشاط الاساسي للبنوك. النشاط الاساسي للبنوك هو تجميع المدخرات من ناحيه وتوظيف الاموال في المشاريع او في التمويل بصفه عامه من ناحيه اخرى. هل هو مبرر؟ يعني اعتقد ان البنوك يمكن لفتره كبيره قوي انها بتفضل انها تاخد الاستثمار المربح الاكثر امنا والذي يعني ينتفي فيه تقريبا اي مخاطر عن الوظيفة الأساسية للبنوك وهي تمويل المشاريع لأن تمويل المشاريع قطعا في يعني يحمل درجة من المخاطر. أنا يعني أناشد طبعا البنوك إنها يعني تعمل التوازن الجيد ما بين الاستثمار في أدوات الدين المحلي وبين الرجوع إلى وظيفتها الأصلية وهي الإقراض وتمويل المشاريع وضرها في النمو طبعا لان ده بينعكس كله على حركه الاقتصاد بالتاكيد انتاج او الى اخره بالتحديد. تقييمك لاداء البورصه المصريه خلال الفتره الاخيره خاصه ان هي تتحرك في نطاق ضيق ومضغوط. هو الحقيقه بصفه عامه البورصه المصريه بتعاني من عده نقول مظاهر مقلقه لبعض المستثمرين. يعني حجم التداول الحقيقه يعني مؤخرا اصبح قليل قوي يعني بنتكلم يمكن 600 مليون في بعض الايام وده حجم يعني ضئيل جدا 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 مقارنه بالبورصات المشابهه في الدول العربيه. نعم. المؤشر البورصه يعني كان واقف على 18400 وبعدين نزل بقى النهارده تقريبا 13300 حاجه زي كده. هو ده يدل على ايه؟ ان هناك حركه تصحيح كبيره تمت بس النزول الحاد ده كان برضو له سبب اخر وده في تفسيري مش عارف يعني يمكن حضرتك تتفق او تختلف معايا ان هناك شائعه كانت على فرض الحكومه هتفرض ضرائب على اذون الخزانه. نعم. اوكي فده هوى بالبورصه
يعني بضربة قاضية. نعم. يعني كان الأكثر الهبوط الأكثر انحدارا في 30 شهر أو أكثر يمكن. طيب. يعني رأس المال السوقي أعتقد نزل يعني نزل 18 مليار. نعم. في يوم واحد. 30 يعني اجمالي اجمالي 30 انما في يوم واحد في نزل 18 الى ان نفى مجلس الوزراء الشائعه يعني نفى هذا الخبر وقال انها شائعه. البورصه حساسه جدا. القرارات يعني البورصه بتاخذ بعين الاعتبار المستثمر سواء المستثمر المؤسسي او المستثمر الفردي بياخذ بعين الاعتبار آثار القرارات الاقتصادية والسياسية. نعم. فلما يطلع خبر زي كده ودون أن تتحرك الجهات المسؤولة عن نفي هذا التأكيد أو نفي هذا الخبر ده مضر جدا. وأعتقد رأيي الشخصي أنه كان فيه شوية تأخير. نعم. إلى أن تم نفي هذا الأمر. البورصة يعني أعتقد هي بتمر بحركة تصحيح. الأسهم القيادية هي اللي بتقود هذه الحركة حركة التصحيح، إنما هي في الإجمالي بتسير في اتجاه عرضي مائل إلى الارتفاع. نعم جميل. طيب لو احنا بعدنا شوية عن البورصة وقلنا انت شايف ازاي حضرتك كرجل متخصص في الاقتصاد والاستثمار شايف المشروعات القومية العملاقة اللي بتعملها مصر خلال السنوات الأخيرة؟ بنشوف عاصمة إدارية جديدة، بنشوف شبكة طرق كبيرة جدا يمكن أول مرة في تاريخ مصر تحصل، بنشوف مدن جديدة، بنشوف يعني مناطق صناعية متخصصة جديدة. انعكاسات كل هذه المشروعات الكبيرة 1.5 مليون فدان وهكذا، أنت شايفها انعكاساتها على الصورة الكلية لمصر كاستثمار؟ الحقيقة المشاريع القومية الكبيرة دي يعني عكست صورة إيجابية للغاية عن ماذا يحدث في مصر. نعم. لو هنتكلم على شبكة الطرق، شبكة الطرق يعني احنا يعني شبكة ضخمة جدا كلفت في حدود اعتقد يمكن 35 او 39 مليار. الشبكة دي بتدعم التجارة، التجارة الداخلية يعني في الترانس شيبمنت اللي هو نقل الشحنات، يعني شحنة جاية من السويس هتروح تنزل وتتفرغ وهتروح بعد كده على ميناء تاني. احنا مصر هي نقول ايه واجهة افريقيا او البوابة لافريقيا، فوجود شبكة الطرق، وجود الموانئ، وجود هذه المشاريع بيدعم التجارة، حركة التجارة. ثانيا المشاريع القومية الكبيرة دي امتصت اليد العاملة، البطالة، احنا نزلت البطالة من 12% دلوقتي أصبحت 10%. فده طبعا له أثر جيد جدا جدا على داخليا وأيضا خارجيا. المشاريع دي في النهاية بتصب في أن تجعل مصر يعني قبلة للمستثمرين ومكان يفضله المستثمر اللي هو عايز يعني يأخذ أو يجني عائد معقول على استثماراته في مناخ آمن ومناخ يتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي. جميل. يعني هي في النهايه بتدينا بتدي حركه. حد لو بيسالك عن لو نعتبر ان انا او حد مستثمر من بره بيسال حضرتك كمتخصص اجي استثمر في مصر وايه اهم القطاعات اللي ممكن اخش فيها؟ مصر الحقيقه بتتميز لها ميزه كبيره جدا ان هي القطاعات الاقتصاديه متعدده. نعم. يعني اقتصادنا متنوع، في زراعة وصناعة، في خدمات اللي هي السياحية، في قطاع الصحي، كل هذه القطاعات قطاعات منها قطاعات واعدة جدا جدا جدا، على عكس اقتصادات أخرى بتقوم على ثلاث أو أربع أنشطة اقتصادية. نعم. فمصر يعني بتوفر هذه الميزة، وطبعا مع المحفزات اللي هي موجودة في قانون الاستثمار أعتقد أن ده هيبقى أكبر دافع أن أنا لو حد سألني أستثمر فين، طبعا مصر هي القبلة اللي هتكون يعني محفزة وجاذبة للاستثمار. طيب تشوف أهم القطاعات اللي ممكن
في مصر كاستثمار يعني، واللي احنا محتاجينه كمصر كاقتصاد مصر؟ هل نحتاج الى مزيد من العقار، ولا نحتاج الى مزيد من المصانع والانتاج، والى الانتاج زراعي صناعي او لا؟ طبعا العقار يعني اعتقد انه ده هو موضوع اكبر، مش موضوع حلقتنا بس. العقار اعتقد انه وصلنا الى نقطه تشبع، واخرين يعني ينذروا ان قد تكون هناك يعني مفاجات غير ساره. نعم. فاحنا محتاجين الاستثمار في مشاريع البنيه التحتيه، محتاجين استثمار في الصناعات المتقدمه، استخدام التكنولوجي الحديث في صناعات حديثه غير مكلفه في المبالغ الاستثماريه، انما هي استثمار في العقول وفي التكنولوجي. بالظبط. فالاستثمار الزراعي احنا عندنا رقعة زراعية هائلة ممكن طبعا استغلالها. ايضا اللوجستيات، القطاع اللوجستي يعني من الطرق والبنية التحتية وكل هذه مجالات الحقيقة ممكن خوضها. لو رجعنا مرة ثانية للبورصة وقلنا افضل القطاعات اللي هي ممكن في السوق موجودة حاليا، انا ارشح القطاع المالي. القطاع المالي لان البنوك والمؤسسات الماليه يعني خلال العشر سنوات الماضيه بيتنمو ارباحها بطريقه يعني على وتيره متزايده ومتسارعه. نعم. يعني سريعه وتتراكم الارباح، يعني في انتعاشه كبيره جدا. شايف ان القطاع ده قطاع واعد جدا. وخليني اقول لحضرتك ان مثلا لو احنا بنتكلم على، هيرجعنا شويه الى الشمول المالي، مصر لا زالت او احنا عندنا عدد السكان هيتجاوز 100 مليون، كم واحد منهم اللي بيتمتع بالخدمات الماليه؟ فمصر مع تنشيط او تفعيل الشمول المالي كل هذا بيصب في نتائج اعمال طيبه جدا جدا للمؤسسات الماليه. جميل. يعني القطاع المالي هو من انسب القطاعات اللي حضرتك بترشحها. طب النصيحه بتوجهها للمستثمرين الافراد، وازاي يتعاملوا يعني في السوق حاليا؟ انا بوجه النصيحه للمستثمرين الافراد ان هم ما يتسرعوش في بيع او التخلص من الاسهم. كون محفظه على المدى المتوسط، لو عندك سيوله فائضه استخدمها. نعم. في الاستثمار في تكوين محفظه متجانسه يعني متنوعه وفيها توازن ما بين القطاعات. ولا انصح على الاطلاق ان هو يتخلص من الاسهم. المستثمر اللي هو ما عندوش درجه او قابليه ان هو يتحمل المخاطر، بقول له اتجه الى صناديق الاستثمار، هي الانسب ليك. حفاظنا على الضغط والسكر وال بالظبط على كل حاجه. طيب اخيرا كاقتصاد بشكل عام، حضرتك شايف ازاي الاقتصاد المصري خلال الفتره اللي جايه؟ انا شايف ان لازال يعني احنا الحمد لله في نجاحات تم تحقيقها على عده، على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، الاحتياط النقدي، قناه السويس، السياحه، كلها مؤشرات ايجابيه. لازال محتاجين ان احنا برضو يعني عايز اقول ان احنا عايزين بس ايه، نقلل اكتر واكتر واكتر، نرشد الاستهلاك. بتكلم على الاستهلاك على مستوى الاشخاص وعلى مستوى الحكومه نفسها، لان النمط الاستهلاكي اللي احنا عايشينه لا يتناسب مع دخولنا. فزياده الانتاج، ترشيد الاستهلاك، دي يعني اكثر حاجه انا بركز عليها. زياده الانتاج وترشيد الاستهلاك، دي مفروض كلمه يعني يعني تسمعها الاسره المصريه، وتحديدا ترشيد الاستهلاك دي، لان هي دي اعتقد علاج مهم جدا قد يكون هو يحل المعاناه بتاعتنا. يعني احنا بدل اي حد فينا في بيته بيصرف، لو بيصرف 3 4000 جنيه في الشهر، ممكن يبتدي يعيد النظر، لان كلنا عدنا النظر في اعتقد انفاقنا واوجه انفاقنا وكده. كل الشكر دكتور هاني، انت شرفتنا النهارده ونورتنا، وان شاء الله نسعد بحضرتك تاني ان شاء الله. شكرا دكتور هاني مفتوح، نائب الرئيس لمتروبوليتان.
أعزائي المشاهدين كده انتهت حلقتنا، بالأمل التقينا وعلى الأمل نلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي، هنلتقي حلقة جديدة وملفات جديدة وبرنامج أنا الوطن. تصبح على خير.